السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بكم مرة تانية مع الدرس التاني في منهج كونكت بلس، وده الجزء الأول اللي هيكلم لي فيه عن الجرامر. والجرامر بتاعنا النهاردة عن relative clauses يعني جمل الوصل، أو relative pronouns يعني ضمائر الوصل. وشكل ما يقول لي إن جمل الوصل حبايبي هي الجمل اللي أنا بستخدمها عشان describe a noun يعني أوصف بيها اسم، وهنا لازم اعرف ايه هي relative clauses. طبعا مديني هنا حبايبي بس تلات انواع من relative clauses، عندنا who، عندنا which، وعندنا where. يلا هنبتدي الجرامر بتاعنا، بس قبل ما نبتدي يلا لو ما كنتش اشتركت في القناة اشترك بسرعة، ولو ما كنتش فعلت الجرس فعل الجرس عشان يجي لك تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. طبعا الكتاب اللي احنا شغالين منه ده هو كتاب الباهر، واللي عايز يشوف حلول كتاب step ahead هيخش على قوائم التشغيل هيلاقي step ahead connect plus، ممكن يدخل ويشوف كل الحلول ان شاء الله. تعالوا يلا حبايبي شكل ما قلنا نبدأ درسنا النهاردة، وقلنا درسنا عن relative pronouns يعني ضمائر الوصل. طبعا ليه سموها ضمائر وصل؟ لانها بتوصل جملتين اتنين وتخليهم جملة واحدة. طبعا شكل ما قلنا هو مديني هنا تلاتة بس من ضمائر الوصل، هو معناها الذي او التي او الذين او اللائي او اللاتي، ودي طبعا بتعود على الاسم العاقل. عندنا كلمة which نفس المعنى بس بتعود على الاسم غير العاقل، وعندنا كمان كلمة where حبايبي اللي معناها حيث. شكل ما قلنا سموها ضمائر وصل لانها بتوصل جملتين وتخليهم جملة واحدة. تعالوا نبتدي يلا بهو. هو شكل ما قلنا معناها الذي او التي، وهو حبايبي بتحل محل الاسم العاقل او بتعود على الاسم العاقل. تعالوا نشوف يلا ازاي بربط الجملتين بكلمة هو اللي معناها الذي او التي. تعال نقرأ الجملة دي مع بعض. بقول لي this is احمد، ادي جملة، وبعدين قال لي he is a doctor. لاحظ الاسم بتاع حبايبي هو احمد. طيب لو قلت لك فين الضمير العائد على احمد في الجملة التانية هتقول لي هو he. طب he ده بقول عليه ضمير فاعل. طيب قال لي لما اجي اربط به حبايبي هو بتحل محل ضمير الفاعل او ضمير المفعول اللي عايد على الاسم. طيب عشان اربط به حبايبي لازم اشيل هي، وبالتالي هقول الجملة الاولى عادي خالص شكل ما هي، يعني هقول this is احمد. طبعا هنا لازم اشيل الفلسطوب وابدأ اقول هو، وحبايبي اللي هو الذي جيت مكان مين؟ جيت مكان هي، وأكمل عادي خالص who is a doctor. يبقى ده أحمد الذي يكون دكتور. لاحظ بقى بعد ما كانوا جملتين منفصلتين يعني دي جملة ودي جملة أصبحت جملة واحدة، وبقى اللي بعده صفة للاسم بتاع اللي هو أحمد. This is أحمد. مين أحمد؟ قال لي who is a doctor. طب تعال نشوف كده الجملة التانية. We met a woman يعني احنا قابلنا سيدة. She works in a factory يعني هي شغالة في مصنع. طب تعالى يلا هقول لك فين الاسم بتاعي هتقول لي الومن. طب فين الضمير العايد عليها هتقول لي she. يبقى لما اجي اربط هربط به وهو هتيجي مكان مين حبايبي؟ she. فهقول we met a woman، لازم اشيل الفلسطوب واقول who works in a factory. يعني احنا قابلنا سيدة تعمل في مصنع او التي تعمل في مصنع. يبقى لاحظ بعد ما كانوا جملتين بقوا جملة واحدة فقط لا غير، وبقى اللي بعده صفة لكلمة woman عشان كده سموها ضمائر وصل. طب تعال نشوف الجملة التالتة. بقول this is the man I met him at the park يعني ده هو الرجل انا قابلته في الحديقة. لو قلت لك فين الاسم بتاعي هتقول لي the man. طب فين الضمير العايد عليه؟ اوعى تقول I، امال ايه؟ هتقول لي him، وده ضمير مفعول معناها ان انا لما اجي اربط بوحة حبايبي اللي هيتشال هو him لكن مش هشيل I. طيب تعالوا نربط يلا. يبقى هقول this is the man يعني هذا هو الرجل، هشيل الفلسطوب. طب احط هو مكان هم؟ هقول لك لا، احطها ورا الاسم اللي هي عايدة عليه مباشرة يعني هو، واكمل عادي خالص I
مات. طب اجيب هم؟ لا طبعا اجيب تو خلاص. at the park يعني يا حبايبي يعني هذا هو الرجل الذي قابلته في الحديقة. يبقى لاحظ بعد ما كانوا جملتين بقت جملة واحدة. يبقى اذا هو بتحل محل الفاعل او المفعول العاقل. لازم حبايبي يكون عاقل. ليه لازم يكون عاقل؟ لانه لما يجيب له جملة في الاختيار بالمنظر ده ولا this is my cousin who which where lives in أسوان. هذا ابن عمي الذي يعيش في أسوان. طيب يبقى لازم أكون عارف إن الذي للعاقل هي هو عشان ابن عمي ده عاقل. فحول this is my cousin who lives in أسوان الذي يعيش في أسوان. ما ينفعش which حولك لأ لأنه مش غير عاقل. ما ينفعش where لأنه مش مكان. تعالوا نشوف حبايبي يلا الضمير الثاني وهو which. قال لي which برضو معناها الذي او التي بس حبايبي لغير العاقل. يعني ما ينفعش اجيبه مع الاسم العاقل. وشكل ما عملنا لما جينا نربط به نفس الكلام هنعمله في which. بس الفرق ان دي عاقل لكن دي غير عاقل. يعني تعال نشوف الجملة الاولى كده بقول لي ملك هذا book. It's about plants. يعني ملك معاه كتاب هو عن النباتات. لو جيت قلت لك يلا نربط الجملتين دول لازم اشوف الاسم بتاعي الاول اللي هو ابوك. برافو عليكم. طيب فين الضمير العائد عليه؟ هتقول لي ايه يا مستر؟ يبقى ايه دي لازم تتشال. واقول ملك has a book يعني معاها كتاب. طب يا مستر بقى اقول which ولا اقول هو؟ هقول لك لا طبعا لازم اقول which عشان هو غير عاقل. is about plants يعني الذي يكون عن النباتات. لاحظ بعد ما كانوا جملتين بقت جملة واحدة فقط لا غير. وبقى اللي بعد which صفة للكتاب. طب تعال نشوف المثال التاني بيقول this is my car. هذه سيارتي. I bought it last month. انا اشتريتها الشهر الماضي. هقول لك فين الاسم بتاعي؟ هتقول الكار يا مستر. طب فين الضمير العائد عليه؟ اوعى تقول امال فين. هتقول لي it. ايه ده بعيد قوي عادي جدا. يبقى هقول this is my car. طب احط which مكان it؟ هتقولي لا بحطها بعد كلمة car اللي هي بتوصفها. يبقى this is my car which اكمل عادي خالص. I bought اشيل it طبعا واقول last month. يبقى هذه سيارتي التي اشتريتها الشهر الماضي. بويتش حبايبي بربط بيها الجملتين لما يكون الاسم بتاعي غير عاقل. طيب في الاختيارات هتجيلي بالمنظر ده قولي that's the car هو لو which ولا where my father drives. هتقولي السيارة دي غير عاقل يبقى عايز اقول التي يقودها ابي. هتقولي which فعشهولي. هتقولي لاني دي غير عاقل وغير العاقل بعوض عنه حبايبي which. يبقى which my father drives. تعالوا نشوف بقى حبايبي where. طبعا where دي حبايبي معناها حيث ودي بتعود على المكان. تاني where معناها حيث ودي بتعود على المكان. يعني لازم يكون فعل بيحدث داخل المكان عشان عوض where. يعني مثال مولي this is our school يعني دي مدرستنا. We learn in it يعني احنا بنتعلم فيها. فعل التعلم حبايبي بيحدث داخل المدرسة. طيب لما اجي اربط where قال لي الاسم بتاعي او المكان بتاعي هو our school. طب فين ظرف المكان؟ هتقول لي in it داخلها. يبقى لازم ده كله حبايبي يتشال. فاقول this is our school يعني دي هي مدرستنا. طب وبعدين يا مستر احط وير هنا؟ لا وير لازم تيجي بعد المكان على طول. يبقى وير وي ليرن يعني حيث نتعلم. طب اجيب ان؟ هقول لك لا لازم اشيل ظرف المكان حبيبي. فبالتالي هقول this is our school where we learn. لو سألتك بنتعلم فين هتقول لي داخل المدرسة. طب تعال نشوف المثال التاني بقول that's the shop we buy our needs at it. يعني احنا بنشتري اغراضنا منه. طيب يبقى هقول that is
ذا شوب يعني ده هو المحل. طيب عشان اربط بوير يبقى لازم اشيل ات ات. طب وبعدين احط وير ولا الشوب ولا المكان اللي يعيد عليه؟ يبقى that's the shop where we buy our needs، يعني ده هو المحل اللي احنا بنشتري منه مشترياتنا. يبقى احنا لو يبقى لو سألتك احنا بنشتري المشتريات منين، هتقول لي من داخل المحل. طيب بيجي لي في الاختيارات ازاي؟ نفس الكلام كده حبايبي، بيقول لي this is the house، ده هو المنزل. A we live، هتقول لي اللي احنا بنعيش داخله، يبقى هقول this is the house where we live، يعني هذا هو المنزل حيث نعيش. طيب يا مستر هو ممكن يجيب لي مكان وما ينفعش اجيب where؟ هقول لك اذا كان الفعل لا يحدث داخل المكان ولكن يحدث للمكان نفسه. يعني مثال بسيط، لما اقول لك this is the house يعني ده هو المنزل. My father bought it، بابا اشتري. طيب قلت لك اربط لي، يا ترى هربط بوير ولا اربط بويتش؟ هتقول لي لا يا مستر، هنا مفيش اصلا ظرف مكان، في ات بس، ودي بتعود على اسم غير عاقل. ثانيا بابا اشترى البيت مش اشترى جوه البيت شيء، فبالتالي الرابط هنا هيبقى ويتش حبايبي، فهقول this is the house يعني ده هو المنزل، which الذي my father bought الذي اشتراه ابي. طيب في الاختيارات بص كده الاختياري ده، لما اقول لك this is the shop يعني ده حبايبي هو المحل، قلت لك which ولا where opens early، هتقولي ده المحل الذي يفتح بدري، ما جابليش حاجة هنا بتحدث داخل المحل، يبقى على طول لازم اجيب which. هقولك على حاجة جميلة قوي، which دي where دي مستحيل تلاقي وراها فعل ابدا. تاني حبايبي where قرابة مستحيل تلاقي وراها فعل ابدا. تعالوا نشوف حبايبي بقى الاكتيفيتيز اللي هو مديها لي في صفحة 23. بيقول لي do you remember my cousin علي، يعني هل تتذكر ابن عم علي؟ he lives in Sinai Peninsula، اللي عايش في شبه جزيرة سيناء. هتقول له يا مستر علي ده اسم عاقل، يبقى اكيد حوض عنه بهو. طيب نمبر 2 بيقول لي we learned a lot about the area، يعني تعلمنا كتير عن المنطقة. ايه they live؟ هتقول له لو سألتك بيعيشوا فين؟ هتقول لي داخل المنطقة، فبالتالي المكان ده حوض عنه بwhere، فأقوله where they live. نمبر 3 بيقول لي they live close to a mountain، يعني هم عايشين بالقرب من جبل. is called Mount Sinai، طبعا عايز اقول الذي يدعى، الجبل ده غير عاقل، فبالتالي هقول which، which is called يعني الذي يدعى. طب تعال نشوف نمبر 4، بقول لي I have another cousin، يعني أنا عندي ابن عم آخر. he lives near a وادي، يعني عايش جنب الوادي. هتقول له يا مستر ابن عمي ده عاقل، فبالتالي حوض عنه بهو. تعال نشوف نمبر 5، بقول لي a وادي is an ecosystem يعني نظام بيئي. A is normally dry، طبعا هنا كلمة ecosystem اسم غير عاقل، عوض عنه بايه حبايبي؟ هتقول لي بويتش يا مستر، يبقى which is normally dry. احنا اتفقنا ان where عمري ما يجي وراها فعل. طب تعال نشوف نمبر 6، بيقول لي we met a man it works in a garden، طبعا هنا man عاقل، فبالتالي يبقى الضمير بتاعي هو. طب تعال نشوف نمبر 7، بيقول لي I have a friend he lives in Alexandria، صاحبي طبعا عاقل، فبالتالي هقول who lives in Alexandria يعني اللي عايش في اسكندريه. تعال نشوف حبايبي نمبر 8، بيقول لي كايرو is the city my uncle lives، يبقى هنا لازم اسال نفسي عمي بيعيش فين؟ هتقول لي في مدينه القاهره، فبالتالي هقول where، يبقى حيث يعيش عمي. نمبر 9 بيقول لي منى always gives us figs، بتدينا تين. they are from her garden، يبقى انا عايز الضمير العايد على التين، هتقول التين ده غير عاقل، يبقى عوض عنه بويتش.
نمبر 10 بيقول لي these are the boys are very good at science. برضو البويز مالهم عاقل فهتقول لي هو. طب تعال نشوف نمبر 11 بيقول لي this is a store. كلمة store حبايبي معناها متجر. قلت لك لما يكون في مكان في الأول ركز شوية عشان أشوف أنا هاخد where ولا which. بيقول لي you can buy some sweet oranges. يبقى أنا هقدر أشتري البرتقال الحلو ده منه، يبقى من داخله، فبالتالي لازم أقول where. تعال نشوف يلا نمبر 12 بيقول لي this is a medicinal plant يعني نبات طبي. is good for tired people يعني كويس للناس المرهقة. هتقول له مستر حاول ويتش لأنه غير عاقل. نمبر 13 بيقول لي do you know my aunt he lives in New York. عمتي التي تعيش. طبعا عمتي دي عاقل فبالتالي هقول هو. تعالوا حبيبي يلا نشوف نمبر 14 بيقول I know a nice place يعني انا عارف مكان لطيف. we can go for a holiday طبعا هقول حيث نستطيع الذهاب للاجازة فبالتالي هقول where لانه مكان. طب نمبر 15 بيقول يونس is a boy he wants to be a scientist. هتقول له هو يا مستر لانه عاقل. طب ملك has a book ملك معاه كتاب is about medicinal plants. هتقول له which لانه غير عاقل. نمبر 17 بيقول do you know the house ايه my grandparents live. لو سألتك بيعيشوا فين هتقولي داخل المنزل يبقى على طول لازم تقولي where. نمبر 18 بيقولي I have a friend is very good at tennis. هتقولي هو لان الفريند عاقل. نمبر 19 بيقولي this is the house ده هو المنزل. ايه I was born يبقى انا ولدت بداخله يبقى المفروض اقوله where. نمبر 20 بيقولي I have a sister A is very kind. هتقول لي اختي دي عاقل فبالتالي هقول هو. تعال حبايبي يلا نشوف page 25 صفحة 25 واللي بيقول لي فيها صحح الكلمات دي. number 1 بيقول لي this is my friend which I love. هتقول لي مستر فريند ده عاقل فبالتالي الرابي بتاعي هو هو. طب تعال نشوف number 2 بيقول لي we met a boy where lives in Cairo. برضو البوي عاقل فهيبقى هو. number 3 بيقول لي this is a mountain هو is called Mount Sinai. طبعا الجبل ده غير عاقل يبقى عوضها نبويتش. طب تعال نشوف نمبر 4 I have a son يعني انا عندي ابن which is very good at swimming. طبعا يعني جيد في السباحة. هتقول لي لا مستر هو عشان الابن عاقل. نمبر 5 بقول لي she has a book where is about marine ecosystem يعني معاها كتاب عن البيئة النظام البيئي البحري فهتقول لي which لان الكتاب غير عاقل. طب نمبر 6 بيقول لي this is the mall يعني ده هو مركز التسوق who you can buy many things. هتقول لي من نقدر اشتري اشياء كتيرة يبقى المفروض تبقى where حيث. نمبر 7 بيقول لي سارة is the girl which wants to be a doctor. هتقول لي البنت دي عاقل فبالتالي لازم اقول who. تعالوا يلا حبايبي نشوف السؤال الأخير معانا واللي بيطلب مني إن أنا أربط الجمل دي بهو أو ويتش أو وير. طبعا لسه مدربين عليها دلوقتي تعالوا نشوف هنربط إزاي. نمبر 1 بيقول لي they met a man he works in a garden. لازم أحدد هنا فين الاسم بتاع حبايبي. هتقول لي المان يا مستر. طب فين الضمير اللي عايد عليه هي يبقى هي اللي تتشال يبقى هقول they met a man who works in a garden يعني الذي يعمل في حديقة. طيب number 2 بيقول لي he showed them his garden يعني وراهم الحديقة بتاعته. he grows medicinal plants in it بيزرع نباتات طبية فيها. طيب عشان اربط بوير حبايبي لازم احدد المكان فين المكان garden. طب فين ظرف المكان اوعى تقول it لا in it كل ده ظرف المكان. يلا تعالى بقى نربط. هتقول لي he showed them his garden. اوعى تقول انا احط where هنا لا where لازم تيجي بعد الاسم مباشرة يبقى where he grows medicinal plants. تعال نشوف نمبر 3 بيقول اشرف is my friend he lives near the Red Sea. عشان اربط بهو حدد اسمك هتقول له my friend. طيب فين الضمير العايد عليه هي يبقى هي اللي هتتشال واقول اشرف is
my friend ها أو to هو على طول lives near the red sea يعني اللي عايش جنب البحر الأحمر. Number four بقول summer is the season it comes after spring عشان أربط بويتش لازم أحدد فين الاسم بتاع السمر اللي هو السيزون ده. طيب فين الضمير العائد عليه ات؟ يبقى ات دي لازم تتشال لما اجي اربط حبايبي. يبقى summer is the season which comes after spring يعني اللي بيجي بعد الربيع. طب تعال نشوف number 5 بيقول لي a wadi is a place desert animals look for food in it يعني الحيوانات الصحراويه بتبحث عن الطعام بداخله. عشان اربط ب where فين المكان بتاعي الوادي اللي هو البليس وظرف المكان in it يبقى in it تشال واقول a wadi is a place لازم احط هنا حبايبي where desert خلي بالك دي بقت سمول خلاص desert animals look for food. اتمنى ان انتوا تكونوا فهمتوا درسنا النهارده اللي كان بيتكلم عن ضمائر الوصل who which and where. Thank you very much for watching but don't forget like share subscribe and don't forget the bell so that you can watch all our episodes. يلا اللي لسه ما اشتركش في القناة يشترك بسرعة واللي ما فعلش الجرس يفعل الجرس عشان يجيله تنبيهات بكل الحلقات اللي جاية ان شاء الله. واللي عايز يدعم قناتنا بعيد عن الاعلانات ان شاء الله ممكن يفعل ميزة انتساب عشان يجيلك خصائص اكتر. يلا شير لكل زمايلك عشان الكل يستفيد. Goodbye. السلام عليكم.